جماعة محمد صلاح مع المنتخب، هل هو محمد صلاح اللي مع ليفربول؟ أداء محمد صلاح مع المنتخب هل هو أداؤه مع ليفربول؟ الموضوع بسيط جدا. محمد صلاح من اللعيبة الكبيرة، وبدأ يكون من أحسن 3 لعيبة في العالم، وعنده المؤهلات والمقومات إن هو يكون أحسن لعيب في العالم بالفعل. محمد صلاح لعيب طور من نفسه جدا، اشتغل بدنيا على نفسه، احنا ما شاء الله بنشوفه جسمه عامل ازاي، بنشوف لياقته البدنيه، بنشوفه حتى ما شاء الله ربنا يحميه ويحفظه في اصاباته، وانه بيرجع وبيدوس فمحمد صلاح لعيب كبير، لعيب عنده المقدره وانه يغير اي احداث سير اي مباراه. لكن محمد صلاح مع المنتخب غير محمد صلاح مع ليفربول لاسباب بسيطه قوي. اولا العجز اللي عندنا في المدربين اللي بيدربوا منتخب مصر. هتقول العجز ازاي؟ انه بيبني خطته على محمد صلاح. محمد صلاح زيه زي اي حد، المفروض انت لما تبني خطتك على لعيب المفروض كمان العناصر اللي معاه تساعده على انك تنفذ، ويبقى عندك اكتر من حل واثنين وثلاثه في الملعب، مش اذا صلاح هو بس اقطع وبصل. صلاح مع المنتخب مش جنبه فيرمينيو اللي بيسحب، مش عنده جنبه نونيز، مش وراه ارنولد، مش وراه في نص الملعب فابينيو او الكانترا، قدامه يا جماعه خليه نحل بتلعب وتسهل له، بيبقى في لعب وفي مساحات. فهو ده عشان كده محمد صلاح بيتفوق دايما مع ليفربول، واهدافه مع ليفربول بتكون بسبب هو رقم واحد وزمايله اللي بيساعدوه رقم اتنين. اكيد اوعى تقول لي ان هو بتفوق، لا بالعكس، انت لو ما بصيتليش مش هبقى محمد صلاح. اذا انت ما خدتش لعيبه واجريته وفضيت لي مساحه مش هبقى محمد صلاح. اذا انت ما عملتش ال1 2 وال1 3 معايا مش هبقى محمد صلاح. اذا يا راجل اليسون بيكر ده بيشوف الكرات الطويله بيباص لمحمد صلاح، واهداف جابها من اجمل اهداف محمد صلاح عن حارس المرمى. ففرقه كره القدم فرقه متكامله جدا، في ليفربول متكامله، فعشان كده صلاح بيتوهج وبيبان في ليفربول وبيظهر جدا في ليفربول. اما بمنتخب مصر سيكا بيكا بيكا حكا 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 شيكا، واللي جنبه بيلعبوا ومدربين عجزه ولاعيبه مع احترامي الشديد، احنا كمنتخب مصر ما عندناش اللعيبه الثقيله، اللعيبه اللي تقدر تقول تصنع الفارق زي محمد صلاح. احنا ما عندناش لعيب في نص الملعب يقدر يمسك كوره، والوحيد اللي بيمسك كوره في مصر حاليا ممكن زيزو اللي بيجري 10 15 متر بالكوره ويستحوذ ويقدر يحتفظ بالكوره ويسحب الفرقه تحت رجله، بيكون زيزو. فانت منتخب مصر ما عندكش الكلام ده، ومع احترامي الشديد انت الوحيد اللي بيلعب مكان محمد صلاح هو زيزو، ومع ذلك انت ما بتستغلش زيزو، لان محمد صلاح ما بيقدرش يدي الا جناح يمين بس، لكن زيزو برضو ما بيقدرش يدي الا جناح يمين، فواحد من الاثنين خلاص، يبقى اكيد صلاح رقم واحد زيزو رقم اثنين، بدليل ان زيزو في اكتر من مدرب بيحاول يجربه في الشمال لكن ما بينتجش نفس انتاجيه اليمين. فعوامل نجاح محمد صلاح في ليفربول مساعداه انه يظهر ويبدع ويتألق ويعمل، وكل حاجه بتبان معاه في ليفربول، لكن منتخب مصر ما عندوش التوليفه اللي بيلاقيها هناك. ومع احترامي الشديد حتى محمد صلاح مع منتخب مصر عشان ما نجنيش عليه، هو انا بقول يعني بيقرص على نفسه وما بيدوس على نفسه زي ليفربول. انا بشوف كده برضه، لان في بعض الاوعى يعني في بعض الكرات اللي شفناها صلاح واحد على واحد بتضيع، الاستحواذ مع صلاح بيضيع، الكرات كتيره مع صلاح مع منتخب مصر بتضيع برضه. وانا ده بقول برضه ممكن بيخاف على نفسه، بدا صلاح يخاف على نفسه، وده مش عيب يا جماعه مع احترامي الشديد، ده مش تقليله من محمد صلاح. محمد صلاح لعيب كبير بكل مقاييس، شئت ام ابيت او شئت ام ابيت، محمد صلاح بارقامه القياسيه اللي عملها مع ليفربول، وانه من احد اساطير ليفربول دلوقتي، وطبعا 3 مرات هداف، وحتى المره اللي ما خدهاش كان من منافسين على الهداف، طبعا السنه دي ينسى طالما هالاند موجود. الفكره ان محمد صلاح يا جماعه مع منتخب لا التوليفه ولا طريقه اللعب ولا المجموعه معاه، لان محمد صلاح ما توهكش وما ظهرش الا لما كان جنبه ماني بيساعده، لما كان جنبه ماني بيلعب معاه الوان تو، لما ماني بيفتح على الجناح وبيخلي مساحات لمحمد صلاح، لما فيرمينو بينزل ويسحب مدافعين معاه، لما نونيز دلوقتي الوان تو هات بتعمل معاه نونيز اناني جدا، وانا شايفه من الفتره دي انه يقعد فيرمينو بالعكس افضل منه، لما بتلاقي ارنولد جناح من اعظم احسن باك رايت يمكن في العالم، ازاي بيزيد وبيزيد على الخط وصلاح يضم للداخل، ازاي الوان تري لما بتتسند من فيرمينو وصلاح يلعبها، في حاجات كتيره جدا بتحصل، لان انت عندك قدرات وامكانيات لعيبه في ليفربول غير امكانيات وقدرات اللعيبه اللي عندنا. انت عندك مرموش مع احترامي الشديد، مرموش ده تحس انه مع احترامي الشديد مش هو، نص ملعبك مين؟ ما عندكش لعيب عنده المقدره ان يمسك كره في منتخب مصر ويقدر يسحب لصلاح، ما عندكش مقدره ان واحد يلعب ال1 2 وال1 3 مع صلاح. فانا شايف ان محمد صلاح مع المنتخب
مش هو محمد صلاح مع ليفربول، لاسباب ان اولا اراده محمد صلاح مع المنتخب برده والتركيز كله على ان محمد صلاح والفرقه كلها بتميل على محمد صلاح، ده برده مسؤوليه زياده، وهو ما يقدرش يعمل كره لوحده، ما يقدرش يغير فرقه لوحده. ليفربول ما بقاش ليفربول بصلاح بس، ليفربول بقى ليفربول بمانيه، بقى ألسون بيكر اللي بيشيل كور ويشيل هجمات ويشيل اهداف حقيقيه كان ممكن تخلي ليفربول في مكان تاني خالص. فانت عندك لعيبه عظماء، يعني ألسون ده انا بعتبره من عظماء حراس المرمى في العالم، لان في وقت من الاوقات ليفربول كان ممكن يخسر وتضيع منه اكتر من بطوله، لكن بتصدياته ويقظته ورؤيته لا، ليفربول في مكان تاني. عندك ماتب، عندك كوناتي، عندك احسن مدافع في العالم فان دايك، فان دايك كمان بيساعدك ان ليفربول يفوز، وان يبقى انت بتلعب وانت خط ظهرك مستغطي زي ما بيقولوا وانت مطمن. فانت نص ملعبك الكانترا وفابينيو، عندك نابيكيتا، عندك دياز الداهيه لما يرجع مع ليفربول، وده مؤثر جدا في غيابة ليفربول، لما يرجع هيبقى جابه قوي جدا. فهو ده اللي بنقوله يا جماعه، ان محمد صلاح مش عايزينه نحمله اكتر من ما عليه. محمد صلاح لعيب كبير جدا ولعيب مؤثر ولعيب صنع نفسه بقدرات خارقه، وبدا يطور من نفسه من تشيلسي لباربا الانديه لروما، سوري لروما والانديه اللي لعب فيها، كل خطوه بيزيد وعنده طموح. والفرق ما بين لعيب ولعيب الطموح، وهو ما شاء الله في الدوري الانجليزي خلاص يعني بصم بصمه من ذهب ومش هتروح كتاريخ مع ليفربول وتاريخ في الدوري الانجليزي. المهم فصلاح مع منتخبنا لا الامكانيات والقدرات مساعداه، ولا هو كمان بيقرص ولا يدوس على نفسه علشان يعمل، لان ما احترمش. انت بتعمل، انت بيجري وراك عمر كمال عبد الواحد اللي بيجري من وراك مع احترامي الشديد، اذا كان فعل المنتخب الثاني ارنولد احسن باك رايت في العالم، يعني مع احترامي مش تقليل من عمر كمال، عمر كمال تحس انه موظف مكتف كده بيجري باصي وموظف، مش في فرق بين لعيب كوره حريف بالفطره وامكانيات وقدرات، واحد انت بتقول له تجري ازاي وتلعبها ازاي وتبصيها ازاي، بياخد التعليمات مش من نفسه ومش من قدراته الخاصه. ما بتشوفش نص ملعب واحد يمسك الكره زي الكانترا ولا فابينيو، ولا الناس عندها طريقه واستحواذ ويدخلوا عليه ولا فرقه ويقدر يستقوا، ولا واحد بيتخلص من الكره عندنا اذا كان حمدي فتحي ولا السوليه، مش من اللعيبه اللي عندها مقدره، مش تقليلا فيهم، انا بقول لكم الفرق ما بين اللعيبه هنا واللعيبه في اوروبا، بدليل احنا ما بنلاعب الفرق دي بنشوف نتائجنا معاها. ففي فرق، اوعى تقول لي ما يبقى معاك نونيز وفابينيو، نونيز وفيرمينيو ولا مصطفى محمد اللي اذا كان بيلعب ولا مين تاني يا جماعه قدام، مع احترامي الشديد مع مصطفى محمد خامه طيب، بس لسه قدامه بدري قوي، قدامه العقليه والطريقه والاحترافيه مش عنده، فمع احترامي الشديد هو خامه ومستقبل منتخب مصر، بس الامكانيات والقدرات يا جماعه، التحركات يا جماعه، تحرك يعني ممكن واحد يفيد منتخبه بتحركه، والله تحرك بدون كره ازاي اسحب المدافع معايا، ازاي افضل صلاح الوانتوهات، فالتركيبه والكيمياء في منتخب مصر غير التركيبه والكيمياء اللي في ليفربول، عشان كده مش صلاح منتخب مصر غير صلاح في ليفربول، صلاح لعيب كبير سواء مع منتخب مصر سواء مع ليفربول، احنا مش عايزين ندوس عليه لانه لعيب كبير، ولعيب ده عمل سمعه كبيره جدا وتاريخه مجد له. قبل ما حاجه طيبه للعرب، المهم اذا عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت والملعب.